السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، سعيد بلقائكم مرة أخرى. هذا هو الجزء الثالث من موضوع أرترايتس بارت 3. نواصل الحديث حول هذا الموضوع المهم في مجال العظام. أهلا وسهلا، لكن قبل ذلك أطلب منكم التشجيع ومحاولة الاتصال بنا، التواصل معنا لكي يأتيكم المزيد من هذه الدروس التي نرجو أن تفيد كافة أبناء الأطباء والطلبة والمعالجين. أهلا بكم. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الأرترايتس الذي هو له علاقة بمجال جراحة العظام. كما قلنا في السابق، هناك أكثر من 100 نوع من أنواع الأرترايتس، لكن يهمنا أنواع معينة، هي 5 أنواع، لهذا منهم ليبوس. ما معنى هذا الاسم وهذا المرض؟ ليبوس هو أوتو إميون ديزيز، يعني له علاقة بمناعة الجسم. Attacks and affects joints, limbs, many organs and even the brain. يعني هذا المرض واسع الانتشار في الجسم، يصل إلى الدماغ، فله أهمية كبيرة، وطبعا له علاقة بالمفاصل وبأطراف الجسم، ولهذا يهمنا في مجال جراحة العظام. كما نرى من خلال هذا الرسم التوضيحي، هناك أعراض مميزة للليبس اللي هو لاحظ فيشل راش، يعني في تغيرات في الوجه تحدث، بالإضافة لأن المريض يشكو من cold numbness في الأصابع، يعني تنميل، يحس أن أطرافها باردة جدا، ويبدو لونها أيضا مزرق أو شديدة الاحمرار. يشكو كذلك من آلام في المفاصل joint pains, abnormal sensitivity to sunlight of the exposed skin، المناطق اللي هي مكشوفة إلى الشمس تبدو حساسة جدا ضد أشعة الشمس. إذن أهم أعراض الليبس اللي هو باللغة العربية يسموه الذئبة هي الفتيك، الشعور بالإعياء، joint pain، آلام في المفاصل، colored hand، اليد ملونة تبدو يا إما زرقاء يا إما حمراء، butterfly face rush، تغيرات في الوجه تبدو كأنها فراشة موضوعة على الوجه، stiffness طبعا في المفاصل، صعوبة في الحركة، هذه أهم الأعراض. كما نرى في هذه الصورة التوضيحية، يمكن تكون يد واحدة مصابة، الثانية تبدو تقريبا سليمة. يبدو اليد مرات تبدو زرقاء منفوخة، يشعر بآلام شديدة المريض فيها، مرات تبدو حمراء ومرات زرقاء. هذا رسم توضيح أو شكل توضيحي يعطي فكرة على المرض بصورة مختصرة. زي ما قلنا autoimmune disease commonly diagnosed between 15 and 45 years of age، في العمر هذا بيكون أكثر شيء يظهر، من 15 إلى 44. 90% من المرضى يعتبروا نساء، يعني المرض يصيب النساء أكثر من الرجال بكثير. طبعا لاحظ أيضا black people عندهم احتمالية أن يصابوا أكثر. treated by rheumatologist عادة، هو اللي بيهتم بهم طبيب الروماتيزم. most people has test positive to ANA blood test. أيضا نلاحظ في الرسم أن ممكن المرض يصيب الدماغ، يصيب السكن، heart، kidneys، ممكن الدورة الدموية، ممكن muscles، ممكن joints. هذه صور توضيحية لإصابة الليبس لمنطقة الوجه. زي ما قلنا، تبدو شكل الإصابة في الوجه كأن
فراشة كبيرة ضخمة. نأتي إلى صور الأشعة للمفاصل أو الأطراف المصابة. نلاحظ أن في extensive erosive and degenerative changes، وأحيانا نصير subluxation أو dislocation للjoints زي ما نشوف في الهاند، أو نشوف أيضا حتى في الفوت. هذه يعني صور. كيف يمكن تشخيص هذا المرض الليبس ديجنوزس؟ طبعا أحيانا نجد صعوبة في التشخيص لأن الأعراض تكون مشابهة لأنواع أخرى من الأرثرايتس. من المهم نأخذ ميديكال هيستوري ونركز على هذه الأعراض بشكل خاص. التغيرات الجلدية لها دور. نختبره طبعا المفاصل inspection palpation، نشوفه الموبيليتي function. لابوراتوري تيست مهم، X-ray ultrasound MRI. أحيانا يكون في effusion في المفاصل، نديره aspiration ونبعته العينة إلى الهيستولوجي. ممكن يكون في تغيرات واضحة تدلنا على المرض. هذه وسائل التشخيص. صورة توضيحية للموضوع الاسبيريشن، نهتم به، نسحبوا المادة هذه الموجودة سانوبل فلويد من الجوينت، نبعتوها للهيستولوجيكال اكزامينيشن. اذا صور الاشعة لها دور، نشوفوا مقارنة بين صور الاشعة للروماتويد ارترايتس سورياتيك وغاوت ليبس، نشوفوا فيه اختلافات بينهم. تكلمنا على الأنواع الأخرى فيما سبق. بالنسبة للي بتلاحظ أن يصير في subluxation بدرجة واضحة جدا، يصير في تلف في العظام. بعد هذا نتعرف على أنواع العلاج أو طرق العلاج المستخدمة لليبس. كما أشرت في السابق، طبعا من اختصاص الروماتولوجيست طبيب الروماتيزم أن يعطي أدوية معينة لهؤلاء المرضى. أيضا من المفيد استخدام الفيزيكال ثيرابي الاكسرسايز ثيرابي بحيث ما يصيرش ستيفنس في الجوينتس خصوصا في اليدين والقدمين. سبلنتس أورتوزس إيدز يستعمل يعني أدوات مساعدة، يستعمل جبائر. وفي الأخير ممكن سيرجري كوركتيف أوستيوتومي يصلح من وضعية الأصابع في اليدين وفي القدمين. هذه صورة توضيحية لأنواع الفيزيوثيرابي اللي يستخدمها، يعني هيت ثيرابي يا إما بالتبريد يا إما بالتسخين، استخدام الماء العلاج المائي هايدروثيرابي، ممكن يستخدم كولد ثيرابي بالثلج، ممكن يستخدم مراهم معينة ل تبريد زي ما قلنا التورم والانتفاخ. من المهم أن يلجأ الطبيب والمريض للإكسرسايز ثيرابي لمنع الستيفنس، لتحريك الأطراف، للتخفيف من الألام. هذه صورة توضيحية أمثلة الأدوات المساعدة، الجبائر بالنسبة للأصابع، بالنسبة للثم، الفوت أيضا لها أدوات معينة اللي ممكن نضعها داخل الحذاء اللي نسميها رفادات. وفي الحالات المتقدمة والصعبة والتشوهات ممكن يكون في تدخل جراحي في جراحة العظام لتحسين الوضعية، لتصحيح مسار الأصابع بدل ما كانت مشوهة وصعبة ومانع للإنسان في حركته اليومية، ممكن يكون تدخل جراحي له دور كبير. وقبل ختام الحديث عن هذا المرض ننتقل إلى الكومبليكيشنز المضاعفات. مجمل المضاعفات لمرض الليبس نوصفها مع بعض: loss of joint function، ما عندهش، يصبح المريض قدرة على استخدام المفاصل. muscle wasting and weakness ضعف في العضلات. tenosynovitis
تندن رابتشر، يصير في تمزق في الأوتار، تلف في الأوتار. كرونيك جوينت ديفورمتيس معروف أنه بسبب تشوه زي ما شفنا منذ قليل، لوكسيشن ديسلوكيشن كونتراكشر. أنكيلوزس ممكن يصير أيضا تشوهات في العمود الفقري زي الأنكيلوزس. انفكتيف أرثرايتس نلاحظها بكثرة عند هؤلاء المرضى. نيرف كومبريشن هذه أهم المضاعفات، هذه عينة من المضاعفات ديفورمتيس بالنسبة للأصابع يصير فيها تشوهات زي ما نلاحظ. هذه أنواع التشوهات اللي في الأصابع مجملة مع بعض. وبهذا نأتي إلى الختام، نأتي إلى ختام الحديث عن أرثرايتس، موضوع مهم جدا يهمنا في مجال جراحة العظام. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم خلاصة سريعة عن هذا المرض الخطير والشائع لأبناء الطلبة والأطباء والمعالجين، أرجو لهم التوفيق إن شاء الله. أنا سعيد بلقائكم دائما، أتمنى أن يحالفكم الحظ إن شاء الله دائما في الحصول على المزيد من المعلومات، وأتمنى أيضا أن تواصلوا معنا على هذه القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.